مرحبا، أنا هدى من ديالى. مرحبا، أنا حسن من بغداد. إحنا طلاب بالجامعة الأمريكية في العراق السليمانية، واليوم راح أقول لكم عن 5 أسباب خلتني أختار الجامعة الأمريكية ونختار جامعة ثانية بالعراق. أولاً، عدد الطلاب قليل في القاعات، يتم تدريسهم باللغة الإنجليزية من قبل أساتذة ومحاضرين متميزين ينتمون إلى 19 دولة مختلفة حول العالم. ثانياً، الجو الدراسي في الجامعة الأمريكية كلش حلو، وتصير دائما مؤتمرات وورشات عمل وغير ذلك. ثالثاً، الجامعة عندها الكثير من الفرص للطلاب للانضمام إلى الأندية والمسابقات والمشاركات، إضافة إلى مقابلة خبراء من جميع أنحاء العالم. رابعاً، تعليم الفنون الليبرالية، يعني تقدر تستكشف وتبحث عن مواضيع مختلفة عن العالم بالإضافة إلى تخصصك. خامساً، خريجي الجامعة مطلوبين جداً، بنسبة 85% من طلابنا التحقوا باليو ان فيسبوك بالدراسات العليا، إضافة إلى أنهم يعملون بـ AYS، AY، جوجل، وذرفورد. قولوا لنا شنو تعرفوه عن الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية، وإذا عجبكم الفيديو شارك الفيديو مع أصدقائك وعائلتك، وإذا كنت حاب لا تنسى تتواصل معنا على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى كنت تريد تحب تقدم على الجامعة فلا تنسى التواصل مع قسم القبول عندنا. باي. من عندي؟ 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 كفو، اديني مواقف. عافية.